والآن مع كلمة الدكتورة نيفين عثمان رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة. مساء الخير. الحقيقة الواحد دايما في الموقف اللي احنا فيه ده بيحس بشعور يعني جميل، ومعروف دايما ان المصريين هم اهل الخير، والنهاردة بيجمعنا مجلس القبائل والعائلات المصرية على عمل انساني هو دعم اشقائنا في غزة في حكاية خير تحت شعار اهلنا اولى مننا وإفطار بلا طعام. بتوجه بخالص الشكر إلى مجلس القبائل والعائلات المصرية على التضامن والدعم لأهلنا في غزة، للأسر، للأطفال، للبنات والولاد، للأمهات في غزة، وخالص الشكر والتقدير للدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة والداعمة لأشقائنا في فلسطين، لأشقائنا الفلسطينيين، واللي بتوليهم أهمية خاصة. والحقيقة ده مش جديد علينا، لأن مصر والمصريين دايما أهل خير وسند لكل حد بيمر في محنة. والنهاردة جمعنا ده بيأكد إن إحنا واحد، بيت وعيلة، وطن واحد. وفي النهاية بتمنى لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم من أرض الفيروز. شكرا جدا.